انتهى الفنان محمد حمائي من تصوير احدث اغنياته نفسي ابقى جنبه بطريقه الفيديو كليب، وهي الاغنيه التي صدرت ضمن البومه الاخير من قلبي بغني والذي صدر العام الماضي. سعى حمائي في تصوير الاغنيه للابهار والمحافظه على سعيه للوصول الى العالميه، حيث استعان بالمخرج كوستاس ايفانوف. حمائي صور الاغنيه في ابو ظبي واستعرض بالتزامن مع احتفالات عيد الحب. احساسي بك في وقت ضعفي اواني كانت حياتي ناقصه جدا كمان.